طبعا انا بقول الكلام دوت عشان مزيد من العمل ومزيد من الجهد مننا كلنا، مش حتى على مستوى القوات المسلحة فقط، لا على مستوى الدولة المصرية. لكن انا يهمني هنا لكم كرسالة لكم جميعا، ان انا بقول لكم ان ما تحقق خلال ال10 سنين دول كان امر عظيم جدا جدا نفتخر بيه كلنا، ونشكر بيه ربنا سبحانه وتعالى ان هو حقق لنا النجاح الكبير ده اللي انا بقوله لكم. عشان يا ترى ده حافز لينا؟ نعم، ده دافع لينا، ايوه، ان احنا نبذل اكتر، نتعلم اكتر، نتدرب اكتر، نبقى جاهزين اكتر لحماية بلدنا. كل ما القوات المسلحة ومؤسسات الدولة المصرية هتبقى قوية، هتقدر تجابه التحديات المختلفة، ويمكن بقدرتها وإمكانياتها إذا فرض عليها التحدي إنها تجابه، لا ده يمكن تكون بقدرتها دي تمنع التحدي من الأصل. عندما تكون قادرا، عندما تكون قويا، عندما تكون مستعدا، صدقوني ده تمن كبير قوي لمنع الصراع من أصله، لأن العملية حسابية بتتحسب. فإذا كانت الدولة بمؤسساتها قوية وقادرة، صدقوني ده بيمنع كتير كتير من الشرور يعني.